باهي انه يكون فما دائما تأصيل القراية الأكاديمية، النشاطات الفنية اللي هي الموسيقى والمسرح والرقص وكل الفنون، السينما إلى آخره، لأنه هذا يزيد يقوي ويفتح أفاق الطلبة باش يكون ما عندهمش نظرة أكاديمية بحتة، إنما نظرة معزة ومثرية يقع إثراءها بالاهتمام الفني والثقافي والفكري، لأنه هذا هو اللي يفتح الأفاق تاع الطلبة، وهذا اللي يخلي أنه الطالب عنده نظرة شوية شمولية للحياة وللإبداع بصفة عامة، لأنه مهندس أو ديكوراتور ولا أرشيتكت ولا طبيب ولا محامي كيكون عنده هذا الثراء الفكري والفني والإحساس، هذا سنسيبيليتي، ينجم يكون مبدع أحسن في العمل بتاعه. فانطلاقا من هذا أنا جيت لهنا الجامعة هذه الممتازة الإي بي، اللي هي يبدو فهمت اللي فما اهتمام بالنشاطات الفنية والثقافية، وهذا شيء ما نجمه كان نشجعوه ونقفوا معاه حتى يكون حاجة شائعة في البلاد الكل وفي المؤسسات الجامعية الكل، ونرجو لكم التوفيق واطراد النجاح إن شاء الله. أول حاجة ساعة ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، يعطيكم ألف صحة. ما نكذبش عليكم، أنا أول مرة نجي مالكري يظهر لي هذه 8 إديسيون عندكم أنتم، لكن أول مرة نجي ليفينمون هذايا، ياسر محلاه فريمون بروفيسيونيل، كل ما هو تنظيم وياسر محلاه، برافو على الخدمة هذه تخدموا فيها. نتمنى برشا برشا نجاح ليزيتيديون، إن شاء الله ربي ينجحكم، إن شاء الله ربي يوفقكم، وهنيئا ليكم بالفاك هذه المزيانة، وفرحانة برشا برشا أنتم تعملوا في ديزاكتيفيتي أرتستيك، خاطر ياسر ياسر مهم أنكم تعملوا بانتور، موزيك، تياتر، دانس، حاجة ياسر باهية تعملوا فيها هكا ديفولمون، وراهي تضيف لكم، تزيدكم لحياتكم برشا حاجات، دونك بون كوراج وربي ينجحكم، ميرسي أونكور أون فوا على الانفيتاسيون. بوسه كبيرة. ساعه اول حاجه نحب نقولها ميرسي انفينيمون بور لانفيتاسيون. جافي ان تورناج كو جي ديكالي جوستومون باش نجي ليفينمون هذا، مي فريمون فريمون ما كنتش نتصور لورغانيزاسيون كيف هكا، ما كنتش نعرف صغير نشوف صغير، مريت حتى صغير قليل تربيه، مريت حتى ان جون خايب، معناتها سا دون اسبوار، معناتها مخكم يقف. يافي دي زاتوليي دو بانتور دو دانس دو شون، صغيرات محليهم، صغيرات نقول صغيرات خاطر في عمر بنتي، دونك ربي ينجحكم الناس الكل. لا فوا اللي انتم خذيتوها ياسر محليها. Donc continuez. Ou merci encore pour cet événement qui est très très bien organisé par des jeunes, par Manta, des gens dans l'encadrement Kolchay. Tout d'abord, Ana Farhan Barcha di mawjoud bahdakom fi l'EPI houni li hiya établissement ya3mel kif. Shoft Barcha chabab, shoft Barcha nas maghrouma bli qala ta3am fiha, nas farhana, nas fahma قيمة العلم والمعرفة، وسا سي تري تري امبورتون. اللي نجم نقولوا انه نتمنى انهم كذلك يعملوا ديزاتولي في جوانب اخرى ابداعية اللي خارجين ربما الدراسات نتاعهم اللي هما مركزين فيهم، وهذا حاجة مهمة برشا ومبني خاصة على الاقل انجينيوري وديجيتال ودنيا وكل شيء، فهما غادي يسون بوكو بلوس في البراغماتيزم وفي الكارتيزيان، ولكن انا يظهر لي انه الانسان طاقة ابداعية اخرى كذلك، عنده اشياء في جواجيه كما نقولوا احنا في الداخل ربما مازال ما يعرفهمش، مازال ما اكتشفهاش، مازال ما مسش قطايع في بدنه. انا نعتبر انه مهم انه يدق الباب، يحاول اذا كان مغروم بالكتابة علاش لا، مغروم بالشعر ينطلق معناها، اذا كان مغروم بالتمثيل اي انسترومون دو ميوزيك صوته حلو ويغني، البانتور الفن التشكيل، يعني برشا حاجات في الابداع وفي الفن، كل انسان راهو يكتشف روحه في فترات حتى زمنيه راهو تتغير، ربما يكبر شويه يزيد يحب يكتشف ويشوف اشياء اخرى، نتغير راهو بمرور الوقت والزمن،
ولكن اذا كان لي باسيوني دو كلك شوز معناها تقعد تتبع فيه عمره الكل ما تتنحاش. معناها انا ناكد لك ما تتنحاش. ينجم يغير داره، يغير مرته، يغير خدمته، يغير اللي يحب، ولكن لا باسيون اللي توجور لا. لا باسيون تعيش معاك من الصغرى. هذاك انا نحكي على تجربتي، لاني مشيت في اشياء اخرى، عملت تجاره دوليه وعملت ديوا في اللونغ سيفيليزاسيون سوسيتي اورونتال، عملت برشا أشياء أخرى، ولكن رجعت للـ 12 سنة و 13 وكل غرام بالتمثيل والصعود على الركح واكتشاف الجسد والصوت وتقمص شخصيات وتدخل في عوالم أخرى وتدخل في لوتخ وتدخل في وتحاول أنك تكون أنت لاخر ولاخر يولي أنت، يعني خماضة كبيرة. ولكن سيسا لفي، سيسا لفي، سيسا لامور دو لاخ، سيسا أنه إنسان يحاول أنه يكتشف ذاته الدخلانية بآليات فنية وإبداعية. أنا اللي نجم نقوله أنه بالنسبة للطلبة واللي مازال كل واحد ضايع مش عارف روحه، نقوله ديما حط une raison le pourquoi اللي نعمل فيه هذا، pourquoi je fais ça، نحط je trace une ligne de conduite، معناها نقول وين ماشي، شنية الفيزيون اللي عندي، خاطر sans vision nous mourons كما يقولوا، sans vision nous périssons، معناها et si on n'a pas de rêve، معناش حلمة راهو اون فو ابسوليومون ريان. وما يخافوش، ما يلزم حتى حد يخاف من لي زيشيك. لي زيشيك انا نعتبرهم في حياه اي انسان اهم من لا ريوسيت، خاطر لا ريوسيت تعدى هكا هو هكا فرحنا اون ريوسي وتعدينا ويا ان سوكسي كلكو باغ في حاجه حبيت تعملها. ولكن لي زيشيك فورمال كونت اون ا دي زيشيك معناها نبنيو عليهم، والناس لازم تعاود تقف، خاطر فما دي زيبروف دو لا في، راهو الحياه سي ان رولو كومبريسور، معناها سوا لي زيبروف الخايبين لي زيشيك انو ديترويز، سوا يبدلونا حياتنا ويغيرونا وننفضوا رواحنا ونقوموا اقوى. وهذاك لو ميساج اللي نجم يكون بالنسبه للي جون للطلبه، انه ما يخافوش من التجارب الصعيبه، ما يخافوش من لي زيبروف دور، ما يخافوش من اي حاجه، راهو مادام فما نفس ومادام فما واحد مازال واقف على ساقيه ينجم يبني برشا حاجات حتى اذا كان العمر قصير. انا جي توجور او ان بروبليم، مثلا نعش تحليت في الحديث، انا جي توجور ان بروبليم افيك اون اكسبريسيون، وهنا نحب نقولها للشباب، نحب نقولها للطلبه، نحب نقولها للناس اللي تخدم والناس اللي اكسبريسيون تقلقني ياسر. جي لو طون، اون با لو طون، بيرسون نا لو طون، مش حكايه عمر راهو. هذا نحب نقول اللي يلزمك تبني، معناها تحاول انك وكانك باش تعيش مدى الحياة. على ذاك تبنيت معناها وتشيدت عمارات وتعملت دي بيراميد وتعملت أشياء من أروع ما ثم، ودي كاتدرال وجوامع شبان ياسر ودي شاتو، تعملوا بار لوما اللي هو يعرف اللي هو افمير اي ني با دورابل اي فا بارتير ان جور. دونك لو طون مهم، استغلوا وقتكم، ما تضيعوهش، ما تضيعوش في التفاهات، ما تضيعوش في القعدات الفارغه وفي السهريات التافهه وفي الكلام. لا، اقرا كتاب، حاول انك تثقف، خذ حتى نص اقراه وهو صعيب، ولكن خلي مخك يدخل في جيمناستي، معناها يتحرك، النورون نتاعك يوليو يفركسوا ويبتبتوا هكاك، راهو معناها الانسان يعيش. انا بالنسبه نظرتي للاشياء، وهذا نحب نقوله للي جان والطلبه، ان شاء الله نكون فتكم بحاجه على الاقل. ميرسي. فرحان اني انا موجود هوني الحقيقه. ما كنتش نعرف لي بي، توا قاعد نكتشف. فرانشمون تنجم كان حاجه تفرح اللي فما حاجه هكايا في تونس، خاطر حاجه بتنجم كان تفتخر بها كي ترى لي مويان اللي محطوطين، ترى لي ستوديون قداش عندهم وين نجموا يخرجوا طاقتهم، خاطر سي تري امبورتون. الحقيقه في الجينيراسيون نتاعي ما كنتش نرى حاجات هكايا، كانوا فما بوادر نتاع حاجات هكا، لكن انا نشوفوا لي زارتيست نحكيو معاهم. انا موجودي هنا نجم كان يفرحني كفنان راند قبل مع لي جون اللي اصغر مني، اللي هذوما فينالمون هما اللي سطروا لي ثنية، خاطر كان الشيء اللي ماشي فيه يعجبهم سيكو ماشي في ثنية صحيحه والعكس بالعكس. دونك مهم ان نحتكوا بهم، نحكيو مع بعضنا، نقابلوهم، نعرفوا افكارهم ونعرفوا زادة فيش موهوبين وشنو جاي، خاطر لا جينيراسيون هذه هي اللي باش تهز المشعل نهار اخر. مش معناها انا كبير، معناها ما عنديش برشا ملي كملت الفاك، مي هذوما الايامات هذوما عندهم قيمه كبيره برشا من بعد كي تكبر في الماتوريتي نتاعك في الفيكو نتاعك. دونك مهم انك موجود في انفيرمون باهي، كي تشوف لي سال، كي تشوف لي مويان محطوطين، لي زاتوليي اللي موجودين هنايا، ما تنجم كان
تفرح اللي فما دي ستوديون اللي عارفين كيفاش نتعاملوا معاهم ولازم نشوفوا دي اكسبيريونس دو سو جونغ ديما موجودين. حتى التنظيم كان تنظيم ممتاز الحقيقه، فرحوا بينا ما نجم نكون كان فرحان. فرحان اللي قابلت صحابي الممثلين الفنانين، خاطر ديما بحكم الخدمه ديما نلقاو صعوبات باش نتقابلوا، ديما ليزيفينمون دو سو جونغ يخلينا نتقابلوا ونحكي ونتذكروا برشا حاجات مع بعضنا. ميرسي لي بي وميرسي للناس اللي نظمت ليفينمون هذا الكل، ميرسي لزملائي وميرسي ليزيتيديون اللي حضروا اللي حكيوا معنا اللي تصوروا معنا اللي فرحوا بينا برشا. ونقول لهم انتم راكم المستقبل، الضرب جاي عندكم انتم، امنوا بمواهبكم امنوا برواحكم. تنجم تكون انت تسمع في الفيديو هذا ترى في روحك فاشل، سافوغيان ديغ ما عنده حتى معنى في العمر هذا الفشل. العمر هذا نقول انا نتاع تجارب نتعلموا من اي حاجه تصير لنا باهيه ولا خايبه، وان شاء الله اللي جاي خير وبيس. ميرسي او بي اي على لانفيتاسيون، جو سوي اونوري اللي كنت واحد من مجموعه مهمه في السينما وفي الدراما التونسيه. اورغانيزاسيون محلاها ودي جون اللي هما ديغيغ تو سا، ما شفنا حتى عبد كبير في العمر يعني، سا في بليزير. C'est ça le message, c'est de donner la chance aux صغار باش يعملوا. لي جون ماهمش صغار، كبيره الفكره نتاعهم وباش يلموا العباد هذوما الكل. سي با ايفيدون حتى في تونس العاصمه باش يتلموا هذوما الكل مع بعضهم في ايفينمون. ما جاو كان ما عندهم ثقه في لي ستوديون، ثقه في لونيفرسيتي هذه باش يكونوا في مستواهم، باش يكونوا في مستوى راقي، وهذا اللي شفناه. نشكركم على لي كادو، نشكركم على لي رياكسيون مع الناس وعلى محبه لي ستوديون، محبه ليكيب اللي عملت ليفينمون هذا الكل وفرحوا بينا. On peut être fier ou qu'on ait à nous نكونوا احنا من الاولين اللي يكونوا حاضرين ونشجعوهم للاخر. عسلامة الناس الكل، فرحانه برشا 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 اللي انا معاكم اليوم وبيناتكم. نشكر برشا او بي اي يونيفرسيتي او بي اي على لاكوي شالورو والاورغانيزاسيون مانيفيك، ولي ستوديون محلاهم على الاخر فرحوا بينا على الاخر. فرحت لي انا ما بيناتكم وما بينات زاد اصحابي الممثلين اللي جاوا اليوم. انا بزوان دي زيفينمون هكا بالحق، ماذا بينا ديما يتعادوا، ديما نشوفوا حاجات هكا، يعني نشوف في ناس قاعدين يعملوا في بانتور، قاعدين يعملوا في الموسيقى، برشا فن في ليفينمون هذايا. ان شاء الله توصلوا هكا وان شاء الله نشوفكم الكل ناجحين ومتألقين ومتفوقين. مرحبا بكم ومرحبا بينا بحلاكم. ميرسي بور لانفيتاسيون، فرحان برشا اي جو سوي سوبربمون سوربري بال شيء اللي عندكم تبارك الله والطلبه اللي عندكم، شيء فريمون يعمل كيف تمنيت كان نرجع نقرا كاريمون. دونك ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح، وان شاء الله نزيد لي زيفينمون هكا ودي كلوب ارتستيك وكولتورال. ومرحبا بكم اونكور اون فوا، برافو اي بون كونتينواسيون. ميرسي. السلامه، مرحبا. اليوم جينا للاو بي اي، جاو ياسر شالوغو، فرحوا بينا كون با بوسيبل. جينا باش نحكيو على نوتر اكسبيريونس سي بور موتيفي لي جون باش يعملوا اللي يحبوا يعملوه، و سورتو يسمعوا رواحهم ويقدموا في حاجه مغرومين فيها. ان شاء الله ديما هكا، وان شاء الله ديما نشجعوا العباد باش يعملوا اللي يحبوا يعملوه. نحب نشكركم اللي انا حضرت معاكم اليوم في ليفينمون في لو بي اي. ايفينمون عجبني برشا، منظم بالكدا، شباب شيخ، شباب فرحان، شباب عامل جو. تشرفت برشا بحضوري اليوم في ليفينمون هذايا. كان ثم تقدير كبير للممثلين وللفنانين، كان الفن موجود، كان الفن حاضر في الرقص، في الموسيقى، حتى في تعبير الوجوه زاد نتاع الحاضرين. الشباب محلاه، نتمنى لهم النجاح. نتصور كل الظروف متوفره باش يكونوا ناجحين، ونتمنى لهم كل النجاح. كنت مسرور جدا بالحضور. وإن شاء الله نتقابلوا في لقاءات أخرى وفي احتفالات أخرى. اليوم nous sommes très honorés et très heureux par la présence des grands acteurs et des grands artistes الموجودين في الساحة الفنية في تونس وأيضا على المستوى العربي، وهذا كان في إطار notre événement Let's Have Fun Festival des Arts في نسخته الثامنة. الإديسيون هذه تعتبر une édition exceptionnelle. اخترنا نختموا السنة الجامعية بلوحة فنية راقية تجمع بين الموسيقى، البانتور، الرقص، المسرح، السينما. ليكسيلونس حاجه ماهيش غريبه على جروب اي بي، ان ننظموا ايفينمون بالحجم هذا وانه يكونوا حاضرين معانا اكبر الاسماء الفنيه في تونس، هذا ما ينجم كان ياكد لا نوتوريتي دو نوتر جروب اي بي.
parmi les objectifs interna هو اكيد garantir une excellente qualité de formation لكن زيدا نعطيو أهمية كبيرة للبعد الثقافي اللي يعتبر فاكتور كلي في ان نكونوا ان فيتور انجينيور و ان فيتور مانجير سيتويان. من الحاجات اللي تميز الجروب اي بي هي الانفراستركتور اللي هي تعتبر يونيك اكسبسيونيل واكيد انها عاونتنا باش ننظموا سو جونغ ديفينمون واكيد زاد عاونت الطالب والطلبه الكل في الباركور نتاعهم توتولون معناتها الباركور نتاعهم في الاي بي انهم يتحصلوا على تكوين متكامل. اي بي اليوم ليدر في الانسينيمون في الفورماسيون اي اوسي في الكولتور. دونك في النهايه نحب نتوجه بشكر خاص للممثلين الكبار والمبدعين والاسامي الكبيره اللي نورونا وشرفونا اليوم في ليفينمون على راسهم المبدع والنجم فتحي الهداوي، الفنانه القديره وجيهه الجندوبي، الممثله المتميزه والراقيه نجله بن عبد الله، الفنان المتميز خالد حويسه، ونشكر زادا ممثلين متميزين نجحوا برشا سنه على راسهم الفنان المتالق عزيز الجبالي، شكر خاص زادا لحمزه بوشناق، فاطمه صفر، ابراهيم زروق، الاستاذ محمد صابر وسلاتي، ونشكر زادا ابراهيم حسني. حبيت نقول فيليسيتاسيون للجروب اي بي دافوار اتان لو سومي دو لا ريوسيت سورتو لي نيفو.